عبد السلام، ما تنساش وانت نازل لبسيون العيان تبقى تحط الفيشة في الكبسة احسن كانت مخلوعة. ما انا كنت بكلم بسيوني ازاي وبسيوني قال لي انه مخسك ازاي وانه عيان وانه الدكتور قاله ازاي 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 يعني. ما احنا في عصر المعجزات يا عبد السلام. لا 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 لا، تلاقيك انت تلاقيك انت بس ما خدتش بالك. ايوه انت ما خدتش بالك وتلاقي الفيشه اتخلعت او انت خلعتيها برجلك. ما انت مطيوره من امتى بتحسي؟ طول عمرك مطيوره انت. جايز يا عبد السلام، ولو انك يعني اتكلمت نص المكالمه الاخراني والفيشه كانت في ايديا. قصدك ايه يا رتيب؟ قصدك ان انا كذاب ولا انا كذاب؟ وان انا قصدك ان بسيوني ما اتكلمش وان انا كذاب ولا كذاب؟ ده بس عايز اقول لك بقى، لما تحب تخرج بالليل وتسيب لي لوحدي مفيش داعي تلعب اللعبه اللي انت لعبتها ده. هي خليك جري يا اخي وافتح الباب وقول انا خارج. والله فكره. برافو برافو. يعني ازاي نسبه النجاح 100%؟ نجاح في ايه يا سامي؟ انكم انتوا الثلاثه قدرتوا تخرجوا من بيوتكم بالليل في يوم غير يوم الخميس. جرى يا حبيبي، جرى يا استاذ، انت فاكرنا تلامذه في بيوتنا ولا ايه؟ يا نبيه يا عزيزي، كل راجل في بيته تلميذ ومراته هي الست الناظره. ابا نظره على فكره الكلام ده عليك انت هتلقح يا سامي. مش قصدي يا استاذ بسيوني، انما فهمني بقى، تسمي خوفكم من مراتاتكم ده ايه؟ ها قول لي يا عبد السلام تسميه ايه؟ حبيبي ده مش خوف، احترام. احترام. انت بقى رايك ايه يا استاذ بسيوني؟ ها رايك ايه في الخوف ده؟ انت اللي بتسميه خوف، لكن انا بسميه مشاركه كل من الزوجين للاخر في توجيه حياته وجهه صحيحه والتعرض الى اقل الاخطاء الممكنه في سبيل الوصول بالحياه الى احسن صوره متاحه. برافو 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 يا استاذ بسيوني. عارف بقى لو كانت الست ناظره هنا كانت اديتك 10 على 10. وبعدين معاك يا سامي. طيب خلاص 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 يا استاذ بسيوني، خلينا بقى في اللي احنا جينا علشانه النهارده. اتفضل يا استاذ. ما هو انت اللي قلت نجتمع هنا الساعه 9 علشان تقول لنا نتصرف ازاي. ايوه مظبوط، انا قلت كده، انما بقى هتسمعوا كلامي ولا لا ده اللي مش عارفه. والله لو كان كلام منطقي ومعقول وقابل للتنفيذ حبا وكرامة نسمعه ونسمعه قوي. هو كلام منطقي جدا وعملي جدا وده عليا، انما بقى تنفذوه ولا لا ده عليكم انتوا. خش في الموضوع يا سامي. ايوه يا استاذ بسيوني، كنت بقول من بكره الصبح انزل ادور على شقه علشان تنفع مكتب. وبعدين بقى جايبنا من اخر الدنيا ونتقابل الساعه 9 وفي الكافيتيريا عشان تقول هنزل ادور؟ انت لسه هتدور؟ ما انا خايف اقول لكم ان انا لقيتها خلاص تقولوا لي ومالك مستعجل كده ليه؟ بجد قول لي فين الحته؟ بص البلد ولا كام اوضه؟ بالراحه بالراحه يا اخوانا. واحده واحده. اولا هي شقه ممتازه عباره عن اربع اوض وصاله كبيره وبعدين في الدور الثاني ومش في وسط البلد عشان نبقى بعيد عن الزحمه. حلو. كام حمام؟ اثنين. مش مهم الحمامات، المهم ايجارها دي يطلع كام ان شاء الله. اهم من الايجار الخلو وهنقدر ندفعه ولا لا. يا جماعة بالراحة عليا، واحدة واحدة. هو انتوا عايزين تقعدوا تسألوا تسألوا وانا جاوب على 100 سؤال مرة واحدة؟ طب يا سيدي اتفضل قول خلصنا. احب اقول لكم الاول ان الشقة دي تعتبر لقطة. طبعا الشقة اللي جايبها لازم يقول لقطة. صاحب الشقة راجل مسافر بره ومزنوق في فلوس وكل اللي عايزه 3000 جنيه. وصاحب البيت عايز 3 3 جنيه؟ لا انت نبي. لا يا سيدي ثلاثة ساغ. جرى ايه يا نبي؟ 3000 جنيه طبعا. 3000 جنيه يبقى المطلوب مننا 6000. لازم تعرفوا ان شقة زي دي لقطة. عارف الشقة النهاردة وصلت لكام؟ ما بين 25 ل 30000 جنيه. والله عندك حق. انت عارف شريف اخو مراتي منى؟ شريف كمان؟ ايوه. راح يدور بقى على شقة في المهندسين، طلبوا منه خلوه 45000 جنيه بس خمس اوض. وفي حاجة تانية كمان لازم تعرفوها. ايه؟ ايه كمان؟ الفرش. انتوا مش بتقولوا ان احنا عايزين نعمل مكتب استيراد وتصدير؟ معنى كده ان احنا محتاجين لمكاتب، لسجاجيد، لصالون.
وفي حاجة تانية نسيت أقولها لكم. إيجار الشقة 45 جنيه في الشهر. كل ده يجي بعدين، المهم هيبقى لنا مكتب بتاعنا ملكنا، يبقى من كبار رجال الأعمال، لنا زباين، لنا اتصالات، تليفونات، تليكسات، حركات من دي بقى. راح فين يا عبد السلام؟ راح المكتب. جاي منين يا عبد السلام؟ جاي من المكتب. ومين اللي هيقول لك رايح فين يا عبد السلام رايح المكتب وجاي منين يا عبد السلام جاي من المكتب؟ مراتك؟ لا طبعا مش مراتي، اي حد في الدنيا الا مراتي. على فكره انا مش هجيب سيره لمراتي، لو جبت سيره الرتيبه العظمى اول ما تعرف هتقول لي ما دام عندك مكتب وبتكسب منه ادفع في البيت، انا مش هصرف لوحدي. والله عندك حق. انت عارف انا منى مراتي لو عرفت هتقول لي يا استاذ ما دام بقيت بتشتغل شغلتين سيبني انا كمان هشتغل بقى. وانا مراتي قالت لي رايها خلاص. ايه المعاش راح. طب يا جماعه وانتوا ناويين تقولوا للستات بتوعكم امتى بقى؟ لما نفتح المكتب فعلا يا استاذ نحطهم امام الامر الواقع. انا شخصيا لو اضطريت ان انا اقولها ها وكان خلاص الموقف يحتم عليا ان اتكلم هقول لها المكتب ده بتاع الاستاذ بسيوني زمان الراجل كبر واتحل على المعاش اهو حاجه ياكل منها لقمه عيش اعتبره يعني صديق العمر انه واقف جنبه ومجانا. والله حلو يا استاذ بسيون. برضه ممكن نقول كده. الاستاذ بسيون راجل كبير في السن جدا وعجوز واتحل على المعاش، فتح مكتب يسترزق منه ويصرف على اولاده، فاحنا مجانا متطوعين يعني. ايوه دبسوني انا لوحدي بقى وانتوا تطلعوا فعالي خير. والله يا جماعه انا شخصيا عملت اللي عليا، انتوا ناس متجوزين تحلوا مشاكلكم بينكم وبين بعض. وكل واحد منكم يتحمل مسؤوليه جوازه. ايوه زلنا يا حبيبي خمسه زل بقى. ولا خمسه زل ولا حاجه. انا جاي اقول لكم حاجه مهمه جدا، الشقه دي تعتبر لقطه ولازم تردوا عليا في اسرع وقت. طيب استاذن انا بقى. ايه يا ابني تستاذن ايه؟ خليك قاعد معانا شويه بقى يا سيدي. اقعد اعمل ايه؟ انتوا ناس متجوزين يعني كلها ساعه وكل واحد فيكم هيكون نايم في سريره، انما انا عندي سهره بقى. انما ايه تجنن. ربنا يهدك يا شيخ. طبعا. طيب بس على اذنكم. و شكرا للي هيدفع الحساب كمان. الله رزيل. طب يا جماعه على اذنكم وشكرا للي هيدفع الحساب. رزيل. طب يا جماعه وشكرا للي هيدفع الحساب. والله يا سلوى يا بنتي ما انا فاهمه انت بتعملي ايه. بألف يا ماما. بتخترعي يعني؟ تقدري تقولي كده. وحد يا بنتي بيخترع كلام؟ ده انا كل يوم الاقيكي تقعدي على الترابيزه دي بالليل وهافيه كتابه. بتكتبي ايه؟ بعمل كتاب. ايه كتاب يعني ايه؟ مانيش فاهمه. كتاب اسمه كيف تتعاملين مع الرجل. ايه بتقولي فيه ايه؟ بشرح فيه للمرأة ازاي تتعامل مع الراجل وازاي تقدر تكسبه وتحطه في جيبها. بقى انت يا بنتي يا مفعوصة يلي ما طلعتيش من البيضة لسه هتعلمي ستات البلد دول كلهم ازاي يتعاملوا مع الرجالة. وليه لا؟ ودي بقى خدتها في الكلية؟ يا ماما يا ماما بنتك مش شوية، بنتك بتقرا وبتطلع وبكره اسمي هيملى جرايد البلد ويبقى على كل لسان. طب بقول لك ايه؟ نعم. بعتي جواب للجامعه؟ ايوه. وردهم؟ لسه. نجوى نجوى. هي الساعة كام دلوقتي؟ بعد 10 بكتير. وانتي لازم تنامي الساعة 10 علشان تبقي في شغلك الساعة 8:30 الصبح. معقول بتعمليه ده يا نجوى؟
وانت معقول اللي بتعمله ده؟ جاي من بره الساعه 2:30 وتقولي 10؟ هي دي 10 بتاعتك اللي بالكتير؟ انا ممكن اصحى الصبح الساعه 7:30 حتى لو نمت الساعه 5 الفجر. وبعدين انا قلت لك 100 مره مش معقوله كل ليله تفضلي مستنياني بالشكل ده. ببقى قلقان عليك. هو حرام ان اخت تقلع على اخوها؟ لا مش حرام، لكن حرام ان كل اخت تفضل قاعده مستنيه اخوها بالشكل ده كانه تلميذ صغير. فاكر يا سامي ماما الله يرحمها كانت دايما تقول لك انت هتفضل في نظرها طول عمرك تلميذ لغايه ما تموت. وهي الله يرحمها ماتت. ايوه، بس احنا اتفقنا بعد موت بابا وبعد ماما ان انا هبقى اختك وامك وابوك كمان. طب يلا يا نجوى يا اختي، ويلا يا ماما، ويلا يا بابا، روحي نامي في السرير عشان تصحي الصبح وتروحي شغلك وتقدري الضرائب على الناس الغلابه وتحجزي عليهم. انت بتتريق؟ لا والله يا حضره الماموره، عارفه انا بخاف اقول لاصحابي ان اختي مامور الضرائب لا يضربوني. طب تصبح على خير يا علاقات عامه. ماما الرد جالي من جامعه القاهره. الف مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. الدكتور احمد عبد البر هو اللي هيشرف على الرساله بتاعتي. والكلام ده امتى ان شاء الله؟ على طول. هو قال لي في الجواب انه مستنيني يوم السبت الجاي في مكتبه الساعه 10 صباح. يوم السبت الجاي؟ هو النهارده ايه؟ النهارده الاثنين، يعني بعد 5 ايام. مالك يا ماما؟ ولا حاجة يا بنتي. ما تحمليش هم. وهنا بقى فكرت في فكرة. ايه هي؟ انا هبيع شوية ذهب من اللي عندي وهبقى انزل في بنسيون او في اوتيل. ايه الكلام اللي بتقوليه ده بس يا سلوى؟ بنسيون ايه واوتيل ايه وبيت لوحدها تنزل فيهم؟ وذهب ايه اللي انت عايزة تبيعيه؟ ما هو اصل يا ماما الماجستير والدكتوراه اغلى عندي من شوية ذهب. بس انا لا هخليكي تنزلي بنسيون ولا في اوتيل ولا هخليكي تبيعي الذهب بتاعك. شوفي بقى، انا فكرت في عطيات هانم بنت عمه ابوكي. صح يا ست ما بتقبلناش، واحنا كمان ما بنقبلهاش، وعمري ما رحت لها. بس ايه، قاعده في شقه طويله عريضه لوحدها وكل ولادها اتجوزوا. بس يا ماما طنط عطيات دي بخيله قوي. ايوه يا اللي بتخبط. مين؟ سلوى. اهلا وسهلا. اهلا ازيك يا سالي؟ اهلا يا دنايا. اهلا يا حبيبتي. ازيك يا سلوى؟ ازيك يا سالي؟ الحمد لله. ازيك انت يا فندم؟ يسلم. زيك يا دنايا، انا بخير يا حبيبتي. ازيك انت وزي والدتك؟ الحمد لله كويس. اتفضل يا حبيبتي. اهلا وسهلا يا الف خطوه عزيزه. يا اختي الخاله النعت المرحوم ابوكي الله يرحمه. الدرجات يا طنط؟ كان عزيز عليا قوي. اسكت يا سامي، اصلك شبهه تمام. تصدقي مرة زمان قوي رحت زرتكوا في الزقازيق، كنت انتي عندك اياميها كده يجي سنتين. قلت له اهدى يا سميح، اهدى يا ابن خالي، البنت طالعة شبهك الخالق الناطق. قال لي امال ايه يا عطيات يا بنت عمتي، احنا لما نخلف لازم يا حبيبتي ولادنا يطلعوا شبهنا بالظبط. يا اهلا وسهلا. قولي لي يا سالي، خلصتي جامعة ولا لسه؟ الحمد لله من زمان وتخرجت بامتياز. بسم الله ما شاء الله، الف مبروك يا دنايا. وجايه مصر ليه؟ اتوظفتي هنا؟ لا مش بالظبط يا حبيبتي. وجايه كده من المحطه على طنطك عطيات علشان تطمني عليها وانت لسه بتراب السفر. يا حبيبتي يا غاليه يا بنت الغالي. اهو كده اسمعي بقى يا سالي، ادام يا حبيبتي هتبقي هنا في مصر احنا لازم بقى نود بعض ولازم اشوفك كتير. اسمعي، انت قبل ما تنزلي تكتبي لي العنوان بتاعك في ورقه، وانا بقى هبقى اجي واطمن عليكي. ما
انا كنت عايزه اقول لحضرتك. انت لسه يعني ما عرفتيش هتنزلي فين ولا اسم اللوكان ده ايه ولا البيت اللي هتقعدي فيه وماله؟ قبل ما تنزلي انا هكتب لك يا دنايا نمره التليفون بتاعتنا في ورقه، وانت بقى تبقي تتصلي بيا وتقولي لي العنوان. لا ما هو ما فيش عنوان. ها يعني ايه؟ مش فاهمه ازاي يا طنط. انا جايبه لحضرتك رساله من ماما. خير؟ انا اصلي يا طنط عطيات مش جايه مصر عشان اشتغل، انا جايه اقدم رساله ماجستير في جامعه القاهره. كويس. وماما كانت بتسلم على حضرتك. الله يسلمها. وبتقولك يعني انها ما لقيتش حد تطمنه ولا تثق فيه ياخد باله مني غير حضرتك. يا اختي ما اختلفناش، ما انا من الصبح عمال اقول لك يا سالي يا بنتي اكتبي لي العنوان اكتبي لي العنوان علشان ابقى انا اللي اجي ازورك واطمن عليكي واخد بالي منك. لا مش قصدي، ماما كان قصدها يعني اني اقعد معاكي هنا لحد ما اخد رساله الماجستير، بس بشرط. شرط؟ انتوا كمان لكوا شروط. من غير ما تزعلي ومن غير ما تاخديها بمحمل وحش، انا مش هاكل في البيت وهدومي هغسلها بنفسي، ماما هتبعت لي كل شهرين كرتونه صابون، وانا حكوي هدومي وحكوي لحضرتك كمان. وماله يا دنايا؟ بس يعني ما يصحش حكايه الاكل دي هي، ولو انك يا سالي يا بنتي كنت هتتظلمي معايا. اصلا يا دنايا بعد عنك، المرض ماسكني والحكيم محرج عليا اكل اي حاجه دسمه، انما بقى على كيفك. ولو اني يعني ما يصحش، ده احنا اهل وجدي يبقى جد ابوكي لازم. انما براحتك براحتك يا دنايا، قومي يا اختي قومي اغسلي وشك، وبعدين اوريكي اوضتك اللي هتقعدي فيها. الحوض عندك هناك، المحبس تلاقي تحت، افتح المحبس اللي تحت الحوض عشان الحنفيه بتنقط. وهتغسلي وشك بالصابون بتاعنا ولا انت بقى موسوسه وجايبه صابونتك معاك؟ انا بعت حته ارض جبلات ما كانتش عارفه عنها حاجه، وانا كنت مدكن مبلغ في البنك من ورا رتيبه. وانا ممكن اقعد؟ ايوه طبعا. انا الحمد لله ربنا كرمني، اتفقت على بيع العربية والمشتري هيجي استلامها النهاردة. طب ما عرفناش مبلغ كل واحد كام؟ انا مبلغي 1426 جنيه. وانا بعت الارض ب 3200 جنيه. وانا العربية جايبة لي 1200 جنيه. بس ده كويس قوي، ده من عند ربنا. ده انا في واحد صاحبي امبارح عرض عليا اشتريها وادفع له 300 جنيه من جيبي عشان يصلحها بيهم. طيب احسب بقى كده المبلغ كله يبقى كام؟ انت 1400 وايه يا سيدي؟ 26. 3200 على الشهر. 1200 يبقى المبلغ كله 5826 جنيه. ويبقى فاضل كام على ال 6000 جنيه؟ مش عايز احسب لي. 174 جنيه. 174؟ نجيبهم منين دول بقى؟ بتصرف تبيع هدومنا يا جماعه. فاضل 174 جنيه وشقه تبقى في ايدنا ملكنا. يا استاذ بسيوني انت راجل كبير وعاقل، الشقه دي مش محتاجه مصاريف علشان تبقى مكتب تصدير واستيراد محترم؟ يا سيدي حلها حلال العقد، المهم ناخد الشقه. مساله الفرش دي بعدين ان شاء الله من ماهيتنا بالقسط. ماهيتنا؟ قلبك ابيض يا حبيبي، انا مراتي بتعد لي ماهيتي بالكمبيوتر. بعدين نحل المشاكل دي كلها، المهم نمشي دلوقتي خطوه خطوه. مين؟ نقول مبروك. الفلوس جاهزه. قولي انت ليه ما بتساهمش معانا؟ الله، ما انا فهمتك قبل كده، انا داخل بمجهودي. ايه مجهودك ده؟ ما كلنا داخلين بمجهودنا. بقول ايه، انتوا هتتخانقوا؟ ممكن اعدي؟ عن اذنكم انا ورايا معاد، الراجل اللي هيشتري العربيه جاي لحسن يفلسح ويزلكوا. طب يلا وصلنا معاك وهتبقى ركوبه الوداع للعربه الطايشه بتاعتك. وصلني معاك كمان، انا عندي ميعاد مهم جدا. استنى، ومجهودك ده هيبقى كام؟ يلا يا استاذ بسيوني هنتكلم في السكه. في السكه ما تبقاش معايا. ايوه يا الراجل ده كبير في السن ومحفوظ. حازم حازم اقف هنا. طيب وقفت اتفضل، عايز ايه؟ دلوقتي انا عايز اعرف حاجه، المبلغ اللي فاضل كله كام؟ 174 جنيه. بس ايوه بس خلاص، نخلوا المبلغ ده عليا. يعني خلاص ال 6000 جنيه كملت؟
قول يا باسل. المهم دلوقتي الحق الراجل اللي هيشتري مني العربيه، هاخد منه الفلوس وامضي معاه بدل ما يفلسع ويفوق من البنج اللي هو فيه. حلو. انت جبتني هنا ليه بقى؟ عايز اعرف. عن اذنكم بقى، انا عندي ميعاد مع واحده كلمتني مش بتهاش. ايوه يا سلام عليك يا بابا. الله معه، ربنا يسهل لك يا عم. يا بالا حاسب من الواد ده جبان يا سامي يا جبان. هو انت اللي اتصلتي بيا في التليفون؟ ايوه. واسمك ايه بقى؟ شاديه. اهلا يا شاديه. قولي لي، ممكن استلف منك 174 جنيه سلف بس يعني؟ نعم. لا لا مش قصدي حاجه. نبيه نبيه صباح الخير يا طنط. يسعد صباحك يا سالي. ها نمتي كويس يا دنايا؟ الحمد لله. امبارح قلقت لان الزهر كان اول يوم بقى ومغير المطر. معاكي حق. وعلى فين العزم كده ان شاء الله؟ عالكلية. هقابل الدكتور احمد من النهارده، هنبتدي شغل الجد. موفقة بإذن الله. طب سلام عليكم. السلام. مش عايزة حاجة اجيبها لك وانا جاية؟ اهو سلامتك يا ضنايا. بس يا اختي هتنزلي كده على لحم بطنك؟ لا اجيب لك شوية كزبرة، كزبرة حلوة قوي لفم المعدة. معلش قصدي متأخرة. بالسلامة بالسلامة يا ضنايا. ألف سلامة. حبس النفس. 320 340 360 380 بس يا ساتر. ايه كل واحد يهد في سره، هنتلخبط كده. 320 340 360 380 95 1200 بالظبط. حلوين قوي كده على البركه. بسم الله بسم الله بسم الله. الله اكبر الله اكبر. ناقص ال 174 جنيه بتوع سامي. هو اتاخر ليه ده؟ الساعه دلوقتي الله الله الله. ده احنا جاهزين اهو. هنبقى جاهزين اكتر لما تدينا ال 174 جنيه بتوعك. يا سلام عليك يا استاذ باسوني. اتفضل يا سيدي. 175 جنيه يبقى ليا جنيه عندك. عبد السلام اديله جنيه من عندك. خد. حاضر. لحظه. اتفضل. اولا ادي الجنيه. هات يا سيدي. وادي المبلغ كله 6000 جنيه. ايه ده؟ وانا هشيلهم ازاي دول؟ انا جاهز لك. اتفضل يا استاذ. شنطه محترمه اهي، بس تبقى اجيبها تاني. لا هبيعها. ها هنمضي العقد امتى؟ شوف بقى يا سيدي. انا هاخد الفلوس دي واروح لصاحبي اديله ال 3000 جنيه بتوعه، وبعدين اخده وننزل لصاحب البيت اديله ال 3000 جنيه واكلمكم في التليفون تيجوا تمضوا العقد. دلوقتي ايها الساده تبدا مهمتنا الصعبه. ازاي ندبر مبلغ محترم نفرش بيه الشقة؟ اه اخويا شوية القهوة. القهوة. شكرا يا سيدي. مظبوطة القهوة. هات لي قهوة. عناية يا نعم. مش في نظام؟ في طابور واقف عند الأستاذ. معلش يا جماعة مفيش كراسي كفاية. معلش يا فندم بس خلصونا من فضلكم. وانتوا تستنوا لآخر يوم في تقديم الإقرار وبعدين تتكربسوا كلكم فوق دماغنا. اعوذ بالله. ما كان قدامكم من اول يناير للنهارده 3 اشهر. معلش يا بيه ورانا مشاغل تانية. ايوه احنا كده عيبنا دايما نسيب كل حاجه لاخر لحظه وبعدين نقول معلش. معلش معلش يا سيدي. اي مساعده؟ لا متشكره. روح اقعد على مكتبك. ما انا هقعد اهو، بس يمكن تكوني محتاجه مساعده ولا حاجه. المساعدة اللي عايزاها منك انك تلتفت لشغلك وتسيبني انا كمان اشوف شغلي. والله يا نجوى ما هتعرفي قيمتي الا بعد ما اموت. هتقولي الله يرحمه يا والدي كان بيعزني قوي بس انا ما كنتش مع برا. لا هقول الله يرحمه كان غلس قوي تلم قوي. الله 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 ده انا بشتم بقى. القهوة يا استاذ. بالدور يا حضرة. بالدور يا حضرة. فين القهوة بتاعتي؟ بالدور يا حضرة. الله 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 الله. نفس البارزة المبسوعة رجعتها له تاني. اه يا سهنة كل ده يطلع من دي يا شرمد. امال يا ست هو انا هبلة؟ شربات شربات يا سنية يخرب عقلك. لمؤاخذة يا جماعة انا اسف. ايه اذا غلطت في الشقة؟ عبد السلام
رايح فين يا عبد السلام؟ لا اصل بالتاكيد غلطت في الشقه، ده مش ممكن يكون بيتنا ده. غلطت ايه يا راجل؟ انت بتتلكك ولا ايه؟ لما انت عاوز تخرج جيت ليه؟ لا مش الفكره، بس اصل يعني مراتي رتيبه بتضحك مع سنيه الشغاله، ده شيء مش ممكن. لما احمدك يا رب. اصل الراجل الخضري حب يضحك على ثانيه فتاه بارزه ممسوحه امبارح، النهارده بقى طلعت انصح منه. راحت مرجعه له البارزه الممسوحه تاني. ايوه والله، تعالى يا عبد السلام تعالى اسمعها من ثانيه. شربات شربات يا ثانيه، تعالى تعالى فرج على قلبك، تعالى يا شيخ. لا معلش انا بقول، بس دي برضه بشرة خير الحمد لله، وربنا يجعلها بدايه لطيفه لمرحله قادمه مملوءه بالضحكات ولا والاشراع. في حياتك في حياتك يا سعد السلام. قولي يا بنت، قولي يا بنت، تعالي روقيني يا بنت. رتيبه بتضحك مع سنية، شيء لا يصدق. من وشي مش طايقك السعادي. يا لهوي، اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ يا ضهري. واي واي واي. الوقت بس اطمنت عليك يا رتيبه، ده لو كنت هوديك للدكتور يا رتيبه. لا فايده. ها يا ساتر يا رب، يا ساتر. ايه يا رتيبه؟ هو انا حسبتكم ولا ايه؟ حسبتكم ولا ايه؟ كنت لسه عماله تتحاكي مع البيت يا بنت اللومباجو. ساتر يا رب. قلبي قلبي، ايه ده؟ مفيش فايده فيه، كل يوم تعمل فيا فصل برد من فصول على البيخ. اشوف بقى يوم لا تكسب ولا ترد. مش عايزاها، مش عايزه اشوفها كده. مش حلو عشانك يا ساتر. انت ايه؟ جعوره انفتحت؟ انا اقصد يعني يا رتيبه، ما دام البنت بالشكل ده ما تمشيها. تمشي يا اخويا. تمشي يا ابو، تمشي دلوقتي، تمشي الساعات معينه هي في البيت. تمشي دلوقتي ثانيه من بنت الحلال. اسمعيني، انا قصدي تمشيها برضو احسن، علشان اعصابك ترتاح، وكمان عشان عشان ايه يا عبد السلام؟ انا مش ناقصه اقول يا اخويا. انا اقول يعني لما هنمشيها هنوفر ماهيتها، لان انا يعني المهية دي بالنسبه لي محتاجها شويه. محتاج ايه؟ هتشتغل بدلها؟ ايه هتنضرب بدلها يا عبد السلام؟ ايه اللي بتقوله ده يا رتيبه؟ الله، امال ايه؟ ما تنطق قول. ما انت مش اداني فرصه، عمال اجعري. ايه ده؟ اصل في دوره عندنا هتتعمل في معهد الاداره، الدوره دي طبعا لها رسوم، تصادف ان الرسوم هي بالظبط ماهية ثانيه. بقى عاوزنا قطر الثانية عشان عاوز تدفع ماهيتها في معهد الدورة بتاعك ده؟ ما هو يا إما كده، يا إما هدفع رسوم الدورة من المهية والمصروف هينقص. لا يا حبيبي، ادفعه من ماهيتك، لا مصروف البيت هينقص ولا أنا هستغنى عن ثانية. الله، أنت مش لسه قايلة إنها مضايقاكي وعايزة تستغني عنها؟ أنا قلت كده يا عبد السلام؟ حتى يعني لو كنت قلت يعني هو في ساعة غضب، في ساعة نرفزة أعصابي، لكن برضو ما بنستغناش عنه. طب الشحيل، انت ازاي هدفع مصاريف الدورة من المهية والمصروف مش هينقص؟ فهمها لي. لأن المصروف البيت يا عبد السلام، وانت عارف كده كويس، قد مهيتك ثلاث مرات. أشرح لك ازاي؟ بالورقة والقلم؟ لا لا ورقة ولا قلم ولا حكاية ولا رواية، وانا عارف الاسطوانة اللي حتدور دلوقتي وشبعت منها وقربت. خلاص خلاص يا باي. مالك يا بسيون؟ ولا حاجة. ولا حاجة زي هو؟ أنا مش عارفك، أكيد في حاجة مضايقاك أو قلقاك. مفيش يا جمالات الله. الولاد فين؟ داليا نامت من ساعة، وهشام لسه بيذاكر، ناقص له 17 دقيقة ونص وينام. بتاع
هتعملي ايه؟ زي ما انت شايف بأمع باميه. انت بتتريقي يا جمالات؟ اعمل لك ايه بس؟ ما انت شايفني بصلح الكراريس ومع ذلك بتسألني بتعملي ايه؟ هو سؤال حرم بسأل فيها ايه دي؟ عايزك تفضيلي شويه من نفسي مره تقعدي وتتكلمي معايا. انت بتدرسي ليه يا جمالات؟ مش بقيتي ناظره خلاص؟ حتى لو بقيت وزيره التربيه والتعليم التدريس ده مهنتي ولا يمكن اتنكر لمهنتي ابدا. لا يا ده انت عصبي قوي يا بسيوني. انت بقالك يجي ايه؟ انا مش شفتكش من ساعه ما جيت الظهر ولعت سجاره. انت بطلت السجاير ليه يعني؟ هوفر فلوسها ولا ايه؟ اما سؤال غريب، قال بطلت السجاير، قال حاجه غريبه قوي. بسيوني انت مش شايف ان عصبيتك ونرفزتك دي اكبر بكتير قوي من حجم الملحوظه العابره اللي انا قلتها؟ والله ما استهمش، مش عارف حجم مين فيهم اكبر. لا ابدا يا فاتن، ده انا قاعده هنا لوحدي من الصبح. لا نبيه لسه ما جاش، مش عارفه اتاخر كده ليه، ده عمره ما عملها. تلاقيني مخدود عليه قوي. لا لو كان شغل كان كلمني في التليفون. لا ابدا، لا ما فيش حاجه. معلش بقولك ايه يا فاتن، يا ريت تكلمي طنط حكمه وولادها وطنط وداد يجوا معاكي يقضوا اليوم بكره. ها ده احنا بنتسلى. طيب يا فاتن ما تتاخريش وحياتك. طيب يا حبيبتي، باي باي، مع السلامه. خير. مساء النور. خلاص خدت نفسك؟ من فضلك يا منى مش عايزك تتكلمي معايا خالص. انا مش هتكلم معاك يا حبيبي، انت اللي هتتكلم معايا. ولا انا عايز اتكلم مع حد. طيب قولي الاول حكايه تاخيرك لحد دلوقتي وابتدي الاضراب عن الكلام. مصيبه يا منى، مصيبه، كارثه. ده العنوان، التفاصيل. 1500 جنيه ضاعوا من عهدتي. وازاي انت هنا دلوقتي مش في السجن ليه؟ من فضلك يا منى. من فضلك انت تحكي لي الحكايه على طول، ما بحبهاش حلقات. انا اصلي كنت مستلم 4200 جنيه عهده علشان اشتري 10 مكاتب و25 شانون وملفات وأشياء من هذا القبيل، وبعدين حطيتهم امبارح في الخزنة اللي عندي في أوضتي. النهاردة بفتح أطلع المبلغ لقيته ناقص 1500 جنيه. أيوة طبعا أنت بتسألي أنا ليه دلوقتي مش في السجن. الأستاذ فرغالي الله يكرمه، ربنا يخليه ويخليه لأولاده، قرر أنه ما يبلغش البوليس. بس ما مش هيفوتها كده 1500 جنيه. اتفق معايا اتفاق ودي انه يخصمهم مني على اقساط، فهيخصموا 30 جنيه لمدة 50 شهر. 30 جنيه على 50 شهر؟ ايه. طيب قوي الاستاذ فرغالي ده. ولا طيب ولا حاجة، ده راجل. لا بس هو طيب، هو طيب، وبعدين انا طيب وانت طيب، ده احنا كلنا طيبين وغلابة وماشيين جنب الحيط. وبعدين ما تنسيش يا حبيبتي ان انا سمعتي في الشركة زي البرلاند. طب بقول ايه يا نبيه، بدل ما تقسط على 50 شهر ما تبيع احسن عربيتك. ما انا بقى انا عربية. عربيتك اللي الميكانيكي مشاركك فيها عنده اسبوع وعندك يوم. العربية المهكعة دي؟ لا 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 عربية. ما انا نسيت اقولك ان العربية بقت خرابة خالص. الميكانيكي اخر مرة قال لي دي بايظة تماما، يعني مش هجيبها البر. انا طلبت منه بح، قال لي مش هتجيب حاجه. تجيب ما تجيبش اهو مبلغ ينقص الاقساط شويه. اسكتي بقى، اسكتي ما تتكلميش معايا. انا النهارده في 100 حاجه مضايقاني. ليه تاني؟ ما هي الليله دي باينه من اولها. خدت علاوه 12 جنيه ودي حاجه تضايقك؟
صباح الخير يا دكتور احمد. اهلا اهلا، ازيك يا سلوى؟ الحمد لله. سلوى سميح، خريجه كليه الاداب جامعه الزقازيق، وبتحضر رساله ماجستير وانا بشتغل معاها فيها. بس موضوع جديد قوي. عظيم، مبروك. متشكره. موفق ان شاء الله. اقعدي يا سلوى. جبت المراجع اللي قلت لك عليها؟ دخت على ما لقيتها، بس في مرجع مش لاقيه خالص. ايه هو؟ كتاب فلسفه الحب بتاع حضرتك. يا ده صعب قوي، علموني يا ست اجيبهولك. عمركم شفتوا واحد مخبي انه مبطل السجاير؟ لما كنت صغير كنت بستخبى في الحمام عشان اشرب السجاير من ورا ابويا الله يرحمه. دلوقتي بدخل الحمام وبقعد ساعه علشان ما اشربش السجاير. يا اخي انا بذلت مجهود كبير جدا عشان اقنع مراتي بحكايه ال 1500 جنيه اللي اتسرقوا من عهدتي دي. طب افرض بقى انها في يوم من الايام قابلت عم فرغلي بتاع الخزنه وسالته. هتقابل فرغلي فين بقى يا استاذ؟ لقلبك انا مراتي ما بتخرجش من البيت نهائي، ست بيت 100%. انا بقى احسن منكم. اولا وفرت الفلوس اللي هدفعها للدوره. ايه ليه للدوره؟ جدع يا عبد السلام. ثانيا ضربت عصفورين بحجر، الفلوس وحجه اخرج بيها كل يوم. ايوه، رايح فين يا عبد السلام؟ رايح الدوره يا قبليتي. جاي منين يا عبد السلام؟ جاي من الدوره يا ماما. انما قول يا نبيه، انت ايه اللي خلاك تطلب العلاوة دي؟ بيني وبينك انا طمعت، قلت اقول لها ان انا خدت علاوة وانا متأكد ان العلاوة دي هتدخلني في شريحة جديدة تنقص المرتب، وفعلا مراتي حسبتها بالكمبيوتر. ها ولقيتها ناقصة فعلا 4 جنيه و 17 قرش. كل ده علشان ندبر مبلغ فرش الشقة؟ لا مش فرش الشقة بس بقى يا عم بسيوني، انت ناسي الايجار؟ احنا مطلوب مننا اول كل شهر 45 جنيه قيمة إيجار الشقة. استنوا بقى، الأستاذ سامي الجميل دوت عمال يتريق ويضحك من الصبح، أنت أخويا هتعمل إيه عشان تدبر المبلغ المطلوب منك؟ أنا يا حبيبي مش محتاج إن أنا أخترع الأكاذيب اللي أنتوا عاملين تخترعوها دي، لسبب بسيط جدا، إن أنا راجل مش متجوز. أنا حر نفسي، أنا سيد نفسي، أنا ملك نفسي. طيب 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 طيب، خلاص خلاص. هنشوف الشقة إمتى؟ أي وقت أنتوا عايزين، إن شاء الله دلوقتي. معاك العربيه يا نبيه؟ وبعدها لك بقى، انت عايز تغماني يعني؟ عربيه ايه؟ ما بعتها امبارح. ايوه ايوه صحيح، ده انا نسيت. لا والست انا مراتي تقول لي ما تبيع العربيه. بالحقيقه يا نبيه، هتعمل ايه لو زنقتك وسالتك السؤال ده تاني؟ لا بسيطه. حولها العربيه وهي واقفه قدام محل الميكانيكي، دخلت فيها عربيه تانيه دشدشت. ان الحب الاسري هو ارقى انواع الحب، حب الام لابنها والاب لابنته والابناء للاباء، فهو الحب باب ايه؟ انت قاعده عماله تدحلي في الكتب وانا عماله ادفع في كهرباء، ادفع في كهرباء، ادفع في كهرباء. اما حب الشقيق لشقيقه فقد تلقى في بدايه الخليقه تعنا كانت من الممكن ان تضع دستورا دائما للحياه، هو ان الشقيق الد اعداء شقيقه. تلك الطعنة كانت قتل هابيل لشقيقه قابيل. وكان ايه يا سالي يا بنتي؟ انتي لسه صاحية يا دنايا؟ دي الساعة قربت على 12 وتلت. اصل الشغل الجد ابتدى يا طنط عطيات، والدكتور احمد عبد البر بيشجعني. بيشجعك؟ وما يشجعكيش على المذاكرة بالنهار ليه؟ اشمعنى بالنهار؟ اصل يا دنايا النهار له عينين، ونور النهار بقى اكتر واوسع، وبالنهار بقى تبقي كده متنشطه وما يكبس عليكي النوم. حاضر، هخلص الجمله اللي في ايدي وهنام على طول. خلصي الجمله اللي في ايدك وتنامي على طول؟ طب والنور؟ ما انا هطفيه طبعا. انا يا بنتي مش بقول كده عشان حاجه، انا قلبي عليكي خايفه على صحتك، وكمان نور الكهرباء بيمقق العينين. عندك حق. الا من حق، انت غسلتي النهارده يا سالي؟ ايوه يا طنط، وغسلت غسيل حضرتك ونشرته في بلكونه اوضه القعاد. مالكيش حق يا سالي، مش كنت تقولي يا دنيا عشان اطلع لك الصابون؟ القصد انت هتنامي يا بنتي من غير عشاء؟ ما حضرتك سالتيني اول ما جيت وقلت لك اتعشيت بره. نسيت، معلش حقك عليا. تصبحي على خير، نامي يا دنايا نامي. وانت من اهل؟ انا هنام وحطفي النور اهو.
خارج يا بسيوني؟ لا داخل من بره. لا بقى ده انت ما بقتش طايق كلامي. شايفاني رايح ناحية الباب ووشي له سجايرك. مالها؟ نزلتها على الترابيزه خدها معاك. مش عايزها معايا غيرها. شوف بقى ما اقولك، انا هفوت عليك كل الفرص لاختلاق اي مشكله انك تخرج بيها من البيت من غير ما تقولي انت رايح فين. نعم. رايح فين يا بسيون؟ خارج. ما انا عارفه انك خارج. انت هتجنني؟ خارج رايح فين؟ لواحد صاحبي عيان. ايوه رتيبه رتيبه. تعالى قفشتك. الله الله يا عبد الله. رايح فين بالشياكه دي يا عبد السلام؟ الشيكه ولا حاجه؟ طبيعي ما نولد كده على طول. رايح الدور. ما هو مقدر جديد وطلع لنا معهد الدوره بتاعك ده. الله جري يا رتيبه. هي رتبه خلاص؟ مش رايقه نفسك؟ وعشان سنيه نايمه مش قادره تزعقلها هتطلعي غلك فيا انا ولا ايه؟ الا يا راجل يا راجل، عمرك ما فتحت نفسي كده وقلت لي تعالي يا رتيبه يا حبيبتي افسحك اوديك مسرح سيمه جنينه الحلوانات. لا بس يكون في علمك لو خدتك ودخلت الجنينه اللي بتقول عليها بتاعه الحلوانات ديت تاكدي هندخل احنا الاثنين، اخرج انا لوحدي. يا نوجة يا حبيبتي ما تسمعي كلامي وتسيبك من الشغل ده خالص واقعد في البيت واتجوز يسري ابن عمتي اللي هيموت عشان يتجوزني. حفظت الاسطوانه دي خلاص يا سامي. وانا مالي؟ وانا هعمل زي الابهات اللي عايزين يتجوزوا وبناتهم غصب عنهم؟ انا شخصيا راجل متحرر جدا وشايف ان البنت من حقها انها تختار شريك حياتها، واول تطبيق للنظريه دي هيبقى على اختي، عليك انت. طب سيبك من الموضوع ده بقى، متشيك كده ورايح على فين؟ مشوار. من اياهم برضو؟ لا ابدا، ده انا رايح اقابل ثلاث رجاله خناشير عن اذنك. مش هتعقل يا سامي الا لما تتجوز. اتفضل يا جماعه. الف مبروك. الله ما شاء الله، اخيرا بقى لنا مكتب. لا والظريف بقى انه بتاعنا احنا اصحابه. يا سلام، عقبال ما يكبر يا رب ويبقى شركه كبيره. ايوه ونسميها شركه بعنس للاستيراد والتصدير. ايه بعنس دي؟ الحروف الاولى من اسامينا. ب بسيون. عين عبد السلام. نون نبي. وسي سامي. بعنسكو. لا كده بعنسكو للاستيراء. ده بتظهر فجأة. بسم الله ما شاء الله وعريض المنكبين. ايه الزير اللي ماشي؟ تعمل ايه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اتفضل. استنى مش هتلاقي مين ده؟ على ما يبدو يبقى البواب بتاع العمارة. وده بيعمل ايه هنا البواب؟ تلاقيه بينظف الشقة ولا حاجة. هو بواب يقعد يكركع كده في الأوضة رايح جاي؟ ما تنطق. أنت مين يا جدعان أنت؟ أنتوا اللي مين؟ أنتوا دخلتوا هنا إزاي؟ وعايزين مين؟ لا بقى، أنت اللي مين؟ وأنت اللي دخلت هنا إزاي؟ أنا متولي صاحب الشقة دي ولسه واخدها النهاردة الصبح.